كراك طبعا حكم منه الثلاثة جو الناس راحوا ما فيه. طيب بنصب لفلان المسفر، قال لا عناد في ناس، انا ما ابي. وش المراجل ذي يا ابو عنزي؟ والله شف انا كنت اعتقد ان يعني في البدايه ان الدعوه مزح، والله العظيم اني كنت اعتقد انها مزح، لكن اللي شفته من حامد المهان انه فعلا كان يتكلم بطريقه جديه مع ناصر الصلف. يا حمد صبحك الله بالخير. النور يا هلا. حمد، اللي صار على الشاشه بغض النظر عن انه خطا او صواب، يعني هذا شيء راجع لك انت، لكن جديه يعني الحدث اللي صار وكلامك يوم قلت تبغى توديه المسفر، انت تبغى كانك يعني تبغى تمنع الشخص اللي امامك ان يودي المسفر. الشيء الثاني انت قلت للصلف لا افصل على واحد في راسي. هنا في جديه يا حمد، وفيه شيء ما ندري عنه، تقدر توضح لنا؟ بوضحك الموضوع من الى زين ان شاء الله. طيب. تقدرون الشيء هذا. طيب. انا كلمت الصلف على اساس الكرك وسواها الصلف. ايه سواها الصلف لي انا يا حمد. طيب حلو. انا لما سواها الكرك الشباب كانوا نايمين، قلت لهم انا بجيبكم الكرك الناحنا زين، فالصلف راح وخلى الكرك لي وانا اللي سويتها بعده، وجون الشباب زين، فتجمع ثلاثه من الشباب اللي هم وصبيت لهم اللي هم ما اقدر اقول اللي جنبك قبل شوي منهم. لا خلهم الثاني. منهم الثانيين انزل. المهم بعدين خذت الكرك. دقيقه الحين تجمعوا ثلاثه اول وصبيت لهم؟ كنا في المطبخ. صبيت لهم ولا لا؟ اي صبيت لهم. منهم طيب ذولا؟ زياد بن شيري. لا زياد ما صبيت له. طيب جنيبي ومحسن وفي ثلاث والله اني ناسي. طيب الصلف صبيت له؟ لا الصلف لا. ليش؟ لاني عقبته قلت الكرك لي وكيفي انا. طيب حلو، رجعت وجلست الجلسه هذه. كرك ثاني. كمل. ايوه زين. فانا كنت شنو انه خلاص بخلص الكرك وانا ما عاد اخوياي اللي هناك زين. مو عاد اخوياك اللي جالس معهم؟ لا اللي هناك. لا اللي كانوا هناك انا ما عندهم. ايه عرفت؟ ايه. فشفت ان الكرك خلاص بخلص فتنرفزت شوي زين، فقلت خلاص ابوجه لهم اعطيهم زين. فهذا الموضوع يعني. طيب اللي جالسين معك صبيت لهم ولا لا؟ ايه صبيت لهم. اشوى نصب لهم اشوى. يعني ما عاد اثنين، ما عاد الصلف ومسفر. هو قاعد يختار ناس. ما عاد الصلف ومسفر يقول انا صبيت الثلاثه اللي هم ذكر منهم. مسفر عرفنا انه ما يبغى يعطيه. مسفر والصلف. ايه بس الصلف كان يبغى ياخذ كرك مو بله. الصلف يبغى يوديه الواحد. من يبغى يوديه له؟ مسفر ولا؟ الصلف يبغى ياخذ كرك يوديه المان مو بله. المان يوديه. لا هو المسفر. له هو المسفر. وانت ما تبغى تعطي مسفر؟ لا الصلف ولا مسفر؟ الصلف يقدر يسوي كرك بس الكرك لي انا، فانا كيف اعطيه من؟ لا اله الا الله. الله هذا اللي مشقوق ندفه ومعديين عليه. الكرك للصلف وحرمت اياه بعد يا حمد. لا الله المستعان صراحه. بعد حمد اسمع. انا بقول لك بكل صراحه، بعض الناس يزعلون من تصرفاتك، انا في بعض الاحيان ازعل لكن والله بعض الاحيان اني اضحك فعلا لان فيها نوع من الكوميديا وانا اشوفك جدي، لكن هل هذه شخصيه حمد الحقيقيه حتى برا القريه مع زملائك ومع اصدقائك ومع اهل بيتك كذا انت جدي؟ يعني شخصيتك فيها، اسمح لي، فيها يعني نوع من التعقيد بس الممزوج بفكاهة، ممزوج بكاركتر يعني يخليك غصب تضحك ما تنرفز. هذا شخصيتي هنا وبرا القريه. انت دائم كذا؟ دائم كذا الحمد. طيب لله. طيب يوم رحت مع فهد البيشة كيف تحمل فهد؟ منو فهد؟ كيف تحملك والله؟ لا يبقى سوالف؟ اي ما يبقى. لا اغراب الجوابه. طيب شكرا لك ابو عنزي. طيب حمد سؤال اخير بس بنتقل للمقطع الثالث. لا ابشر. عشان المحور الثالث. انت قلت الكرك للصلف صح؟ الكرك انا كلمت الصلف انه يسويه لي وقال ابشر. يعني هو للصلف؟ وصل وبيض الله وجهه. العظام لمين؟ من؟ العظام. ما اسمع. العظام لمين؟ عظام شنو؟ ما يفهم هو لغه عاميه. لازم تقول لغه عربيه فصحى. جيب لي فيديو على اساس اقدر اتكلم. العظام يا اخي العظام التي في داخل اللحم. العظام يا مسلم عظمه تعرفهم عظمه؟ ايه العظام. ايوه تعطى من؟ تعطى من؟ تعطى من؟ في واحد من خاطري برا القريه. اوه طيب ابو خلينا نشوف المقطع. لا حول ولا قوه الا بالله.
يا فوح كبديك يعني هو اذا طلع برا القريه خلاص مسك نفسه. خلينا نشوف المقطع ونرجع ابو ناحي. من هو؟ الله يان ها؟ اللي في البرايم واحد ترى فيه عظام لا تطيح فيها. لا لا خليت العظام لاخوينا. من هو؟ الله يان ها؟ اللي في البرايم واحد مصطلح يعني انا احس مصطلح العظام المين انت بتتكلم بناخذها بتاخذها بناخذها بطريق ثاني ما نبي ندخل في النوايا ابو مناحي العظام المين والريال لا الواحد في البرايم يعني مصطلح العظام المين شوي بجيك حبه حبه يا ابو فرح ولا يهون اخواني ولا تصل. اول شيء صباح الخير يا حمد المهار. صباح النور يا هلا. كيف الحال طال عمرك؟ الحمد لله ما شاء الله. محمد المهار مهم محور ولا محورين كلام محور. اول نقطه بتكلم فيها هل حمد المهال قبل تسجيله وتقديمه لمراجل خذ رأيه وش رأيك يا حمد نجيب المقدم فلان ولا نجيب الفكرة الفقرة الفلانية خذ رأيك. ما أسمعك والله صوت فاطي. هل قبل لا نبدأ في انطلاقة البرنامج هل جبناك أنت يا حمد المهال قلنا وش رأيك المقدم فلان نجيبه ولا وش رأيك في الفقرة الفلانية نلغيها ولا نحطها؟ لا. حلو ممتاز. طيب ثاني نقطة آلية الفقرة إذا ما طبقها حمد المهان بيضر المقدم بيضر الفقرة؟ شلون يعني؟ مثلا أنا عندي مثلا ما احنا رايحين بعيد عادل هيف اللي هي تصويت الفزعة حلو. إذا ما صوت حمد المهان هل المقدم عادل بيضره شيء؟ لا. هل الفقرة بتنظر في شيء؟ لا. من المنظر في الأخير؟ أنا. حلو الكلام. طيب إخواني بارك الله فيكم انا ما راح اوجه السؤال لحمد المهان ممكن انه يستحي انه يقوله انا وجه لي انا ما جيت لا وجه ما راح ما تستحي ما راح يستحي. طيب انت طلبت من مطعم اكل دجاج لحم بقي عظام وكذا البروست خلف البروست اي اي اخره العظام من تقدم له القطاوه يا اخي صريح القطاوه. طيب القطاوه والله يعزك ويعز السامع والملائكه يعزك اللي هذا اللي هذاك زين انا اقدر اقول اسمه ترى عادي لا لا اي حلو انت جريء بس المشكله في ريان اللي المفروض انه ينصحه. لا يا ابو لا يا حمد المهان حنا على قلب واحد ها يا ريان الساهري. طيب سؤال كم ما نصحته قل مين العظام. طيب من هي العظام؟ بيجاوبك سري والله لا 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 دقيقة خلوه لا 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 دقيقة العظام المين إذا كانت خارج برنامج إذا كان خارج منافسة يا حمد مهان لا تعطيني اسمه لو سمحت. لا لا هو قطو عندنا في قطو عندنا في القرية بالله أنت تقول قبل شوي خارج القرية القطو جينا لحقنا طلع برا القرية. طيب يعني لحقتوا لحق طلع برا القرية يا جماعة لحظة في قطو معهم على البرايم البرايم قطو أصبر 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 يا الربع يا ربعنا في دوجي هي واضح تمثل وضوح الشمس ما يحتاج اسئله. لا ابي اوضح. لا لا هو قال قطو. لا بوضح هو قال قطو انا اوضح في قطو معكم في البرايم. طيب يعني القطو في قطو معكم في البرايم اللي عارف القطو ها القطو عندنا نعطي كل شوي عظام على ستيج. طيب طلع القطو ده صح ها قطو طلع القطو قطو حيوان قطو طلع كل يوم هو يجينا ويطلع يجينا ويطلع. طيب على ستيج اولا هذه لا هي بلغه رجل اعلامي انا ما اتكلم في شخصك أتكلم إعلام ومهنية حقا لا دي بلغة إعلامية ولا مهنية ولا ذا منطوق يعني شخص في الإعلام وشخص على الشاشة وسجيته نظيفة أنتم ترمولكم وترمزون الشخص واضح يا جماعة أنتم ريان واضحين ريان يقول يا رجال في البرايم وأنت تقول راح الله يستر عليه. المشكلة يا أخي أنتم تقولون ما لا تفعلون أنتم تقولون ما يعني تقولون ما لا تفقهون من جدكم أنتم يا جماعة يعني حنا آمنا بالله حنا بنقول ما فهمنا الجمهور ما فهم المشاهد ما فهم يا أخي وش ذا السماج اللي أنتم فيها يا أخي وسالم عدي يجينا أول يوم يقول أنتم لا تخطون على أخوياي لا تخطون على زملائي لا تخطون يا أخي أنتم وش ذا الكلام ده يا أخوان أي نص يا جماعة أي شكل تقدرون تجرون تقولونها كذا قدام الشاشة يا أخي ارحموا أنفسكم يا جماعة ارحموا أنفسكم يا جماعة ارحموا الشاشة يا أخي والله العظيم يا أخي مراحكم وتلفظكم مراحكم غر على الشخص ده
وترفضكم قدام الشاشة على الشخص ذا. يا أخي وش سواكم الشخص ذا يا أخي؟ ضاغطكم باشمكم الشخص ذا، ضاغطكم يا أخي. أنتم ضاغطين أنفسكم بأنفسكم. إلى الحين في تحزبات بينكم، إلى الحين في تحزبات بينهم. يا أخي العلياني ما زياد بن شري يمكن ما يبي يتلفظ قدام الشاشة، العلياني يسلمه قدام الشاشة. أول ما أعلن عادل مطيري عن متعب الرقعان طلعوا الستيج المسرح أوكي، هذه ما جابوها الإعداد، أنا جايبها شايفها. جاك الشباب يفرحون متعب، العلياني مسكه. مسك مين؟ مسك متعب. ليش؟ زين أنا ومتعب فؤاد. أوكي أوكي. زين الثلاثية. أنا ومتعب فؤاد. يا أخي لا يا أخي لا يا أخي، خلوا متعب. عارف يا اخي حنا يا اخي، خل متعب مع ذا وخله مع ذا يا اخي. يا اخي خلوكم على قلب واحد. اما انكم تجون قدام الشاشه العظام بنعطيه اياه بيظهر ابراهيم، هو ابراهيم عرفت يا رجال الحين ليش نقول لك تضحك؟ دقيقه ابو مناحي، تدري عن شيء؟ لا تقول ريان وحمد المهان بس، ريان وحمد المهان والثاني عبد الله القريني. القريني عبد الله القريني، انت وحمد المهان وريان، هل هذا ما تعودتم عليه وعرفتوه ونقلتوه معكم وطبقتوه على هالشاشة؟ هل إلى خواكم الرجال أو راح معكم الرجال تأكلون اللحم وتعطونه العظام؟ أحد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة يقول ذكرك أخاك بما يكره. وش معناها؟ يا أخي أنت على الشاشة قاعد تسوي شيء الصغار والكبار يقتدون به. يا أخي عندما تقول على هذه الشاشة لمن هم أصغر منك سناً عط العظام لفلان، هل هذه رسالة؟ هل هذه ما دخلت البرنامج عشان ترسلها لهم؟ هل هذه مبادراتك الحسنة؟ عبد الله القريني، ريان الساهري اللي على صف واحد، حمد المهان، يا أخي الرجل اللي أنتم قلتوه له في إبراهيم نعطيه العظام، والله اللي كونكم دم ولحم. إني شفت برامج واقعية، تابعت حلقات تخصني وبعضها ما يخصني في هذا الكيان وفي خارج الكيان، لم أرى إسقاط في حق المتسابق معك في نفس النسخة بهذه الطريقة. والله العظيم يا أخي أنتم، والله العظيم يا أخي حتى خصمي، هو خصمي قدام الشاشة، أستحي أقول له لفظ مثل ذا اللفظ. خل عاد رجال معي آكل شارب أحزانه أحزاني أفرح أفراحي، خل هذا. وش وجه هذا الحين وهو يتابعهم خارج السوار القرية وهو يسمعهم انهم اخر لحظات له قبل ابراهيم صافطين له وش؟ صفطوا له العظم. هل هذا اللي صفطوا لخويكم قبل ما يغادر؟ صالح الناس تعطيه البشت، تلبس منك مع البشت وتعطيه صندوق العود الازرق وتقول طيب نذكروه والخطستروه وانتم تعطوه العظام. الا والله عباء، الا والله عباء وخزياء جداً جداً, جداً جداً جداً. أنا بتكلم مع حمد المهام في حاجة واحدة، أسقط على زملائك، تلفظ على زملائك. شكراً حمد. زين لكن المقدمين زملائنا مقدمين فقرات برنامج مراجل، لا أنت ومن في النسخة يتجرأ يسقط عليهم أو يتلفظ عليهم. لا ليه؟ لأنهم إعلاميين، ما اختارتهم القناة إلا فيهم ثقة الإعلام، فيهم ثقة المهنية. من أنت حمد المهان؟ يا أخي متضايق أنت، متضايق بدل ما تروح تطالب باستبعاد زميلك أو تروح تطالب في ترحيله إبراهيم، روح أنت يا أخوي وقع على العقد اللي أنت موقع عليه، تكفل بالعقوبة وامشي يا أخي. لا بتكلم، روح يا أخي. والله لو أني في ذوبه، والله لو أني في ذوب حمد المهان ودريت أن أخوياي يطالبون بواحد، أن أقول يا أخوياي جاز الله من برنامج لا 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 هذا الديدنا، جاز الله من برنامج أنتم تطلبون فيه المطالبة هذه، أنا بغادر. تبون الصدق؟ ترى كل يوم أن تبقون فيه تنزلون من حفرة الدحديرة، كل يوم تزيدون السي في حقكم بصمات ونقاط سود. خلاص طيب طيب، لا أنت لا أنت أبو حمود، شكرا أبو أبو حمد. أنا ما راح أختم معك، راح أسمع منك بس حمد، ثق ثقة تامة إن حنا صوت الجمهور. الجمهور يعني انت تقولون احنا انتم بتسوون وتسوون، احنا ما جبنا شيء، كل شيء على الشاشه. هل الجمهور خطا بعد؟ لا لا حمد، اوضح اللي عندي انا. حمد تفضل، من هو اللي على ستيج معكم في البرايم اللي يستاهل العظام؟ ما ادري الحين، خلينا نكلم الموضوع اللي انت فهمتوني فيه غلط. هو موضوع واحد، سؤال واحد بس، هو موضوعنا. ابى اوضح انا. طيب من هو اللي في البرايم يستاهل العظام؟
ما له شغل ابراهيم، انا اتكلم عن قطو كان عنده. لا 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 هو قال، هو قال ريال ريال يا حمد يا حمد حمد دقيقه يا جماعه يا جماعه، هو قال واحد في ابراهيم يا جماعه، اي شيء جيبوا له دليل، جيبوا له تصوير يا اخي. حمد حمد لحظه اسم افهمني، انت قلت مو ريان على الصحن، قلت مو انا مالي شغل في ريان، وش يقول انا وش قلت انا؟ انت قلت عظام يعطي اللي في خاطر قصد القطو. لا لا ريان قال في ابراهيم، كلموا ريان في الموضوع، مو بتكلموني انا. طيب انت قلت تقولوني كلام ما قلته، انت لسانك قلت في ابراهيم الا قاله. لا 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 ما قلته الا قلته. رجع رد المقطع، رجع رد المقطع. من طيب من اللي قال في ابراهيم؟ واحد في ابراهيم اسمع، من اللي قال؟ عندك اذن تسمع؟ حين اسمعها انت. لا ما هو بنا. اجل من انت في الجلسه موجود يا اخي بالفيديو؟ اذا ما هو بنت عطى اسم، اذا ما هو محمد المهان عطى اسم. قال ابراهيم حد امرين، يا منها. حمد المهان يا عطى اسم واحده منها، سواء حمد المهان افترك اخطيت، سواء اللي عندك علم. ما قلت اللي في البرايم، قلت ودي واحد في خاطري قصد القطو. ريان قال لي في البرايم. هل واحد يسمى قطو؟ هل هل القطو يسمى واحد؟ هل القطو يا اخوان يسمى واحد؟ طيب طيب ابو حمود، تعودنا تعودوا المشاهدين. دقيقه حمد، حمد 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 تعودنا يا جماعه من حمد المهان انه صريح وصادق ويقول الحاجة قدام الوجه، ما عنده مشكلة. طيب زميلك ريان الساهري قال في الإبراهيم صح؟ موجود الفيديو. طيب موجود الفيديو، زميلك ريان الساهري أنا قلت واحد أخوي في خاطري، ما قلت في البراهيم، ما قلت في البراهيم. لا 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 اسمع عدل، ما عندك اذن اسمع. لا لا عندي اذن واسمع واشوف. اسمع عدل. لا 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 اسمع عدل. انت متحطة في القطو، بس في القطو اللي عندنا في القرية. واحد لا 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 تقولي كلام ما قلته اصلا، لا تقولي كلام ما قلته. محمد سواء هو ولا غيره، سواء هو ولا غيره، ان كان هو حمد ما قال ذا الكلام، وان كان اللي غيره لا تحطون شيء مو فيه. شوف شوف ان كان حمد. طيب وينك ما دافعت؟ انا ايوه وينك ما دافعت؟ ايوه صحيح ريان السهر يسمع يا ريان، اما في البرايم تكلم عن حالك ونفسك. ايوه اما انا يا حمد المهان لا تسلمني للشاشه، لا واستعد اهل الرجيم. انا عندي قطو برا، ان كان بينك وبين شخص ما يا ريان بس يتحسبك، لا تحطني فيه يا حمد المهان. سلم ريان السهري، اذا انت ما قلتها فهو سلم. لا لا انا قلتها، وانا قلتها رضيت، قلتها رضيت، ما اعلنت على احد. اعترف. ايش قلت؟ ايش قطو اسمه واحد؟ ايش ذا القطو؟ قطو اسمه واحد. وين قلتها انت؟ وين قلتها؟ قلت في القطو اللي عندنا في القريه. قطو اسمه واحد. لا انت خرج القريه. لا 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 انت خرج القريه. يا سلطان سلطان سلطان، عندهم قطو في القريه اسمه واحد. عموما ليكم انتم يا جماعه، شنو لي حمد؟ شنو لي حمد؟ شنو لي حمد؟ هذا موضوع، لحظه يا جماعه، هذا موضوع اقسم بالله ان اخذنا فيه محور، اخذنا فيه اكثر من لازم، اخذنا فيه اكثر من لازم. احنا نعلمكم يا اخي، احترم نفسك، احترم نفسك. الشاشه لها بجديات يا اخي، خويك الاحترام يا اخي. سواء خلنا نقول انه يقول الواحد نيتي قطو. طيب سؤال، انا ليه اقول على الشاشه كلمه ذو معنوين؟ صح، ليه مختار معنى واحد؟ سؤال. انا الحين انا ادري من تقصد، لكن المشاهد خلنا بنقول انها اخذك بنيه حسنه، هل يوجد قطو او قطو حلوه قطو، هل في قطو اسمه واحد؟ بالله عرفنا عليه. انت بالصد، انت بالصد، العظام ما خذت القطو، خذت والله الأسد. أسد طالع معكم أشغلهم. أيوة والله. أشغلهم. طيب أسد أشغلهم. زين ويبون يفتكون من ذا الأسد، يبون يفتكون منه. أسد أنت أسد. طيب أنت أسد يا جماعة. أعطونا ال ال إحنا وصلنا إلى الختام فقرتنا لهاليوم. أبو حمود عطنا شيء عن فضل الصدر.